اولا قانون الامن الغذائي تقطع ما مقداره نصف المبلغ اللي كان يتم الحديث عنه بالاجتماعات مع اللجنه الماليه بالبرلمان، وقانون الدعم الغذائي ايضا لا يوفر في موضوع الحنطه الا لثلاث حصص او ثلاث اشهر ضمن العام، وفي موضوع السله ايضا لا يوفر الا اربعه اشهر فقط، وفي موضوع مستحقات الفلاحين يساهم بمعالجه. قانون الدعم الغذائي المبالغ اللي تم استقطاعها من المبالغ الاولى تم مناقشتها مع مجلس مع اللجان العامله في مجلس النواب، مع ذلك احنا في وزاره التجاره في هذا المبلغ الان وضع المستحقات للفلاحين والمزارعين جيد جدا، ولحد الان لم نستلم اي مبلغ من ما اقر في قانون الدعم الغذائي. زين استاذ محمد، ايش قد كنتوا تطالبون بالقانون وايش قد تخصص لكم؟ حقيقه كان مجلس الوزاري ومجلس الوزراء وحتى اللجان العامله كانت تخصص الوزاره ما مقداره 9 تريليون دينار عراقي، والسبب هو الأزمة ارتفاع الأسعار في العالم بسبب قلة الإنتاج وكثرة الاستهلاك، والعالم في مشكلة كبيرة جراء ارتفاع الأسعار. اللي كان المبلغ 9 تريليون أقر أن 5 بسبب التجاذبات السياسية، والخمسة لم يصل منها الآن أي شيء بانتظار ما تسفر عنا تخصصات وزارة المالية. احنا حقيقة نتطلع إلى الإسراع بشكل جدي.